الجزائري والوصول المتأخر، وبالتالي لا يتواجدان في صفر. الوحدة لم يعرف الفوز منذ جولتين ماضية، شاركت الأولى مع نادي ضمك هذا الموسم، كل واحد فيهم سجل هدف، سعيد المولد هدف، حسين العيسى هدف، الثنائي الجزائري اللي كان طال هدف، العربي هلال السوداني، هلال السوداني رحل بوليد باخشوين، عادت إلى عرتوليتش، يمرر الكرة لمصلحة فارس الجنوب نيكولاي ستانسيو، لمسة إلى عرتوليتش، وصلت إلى ستانسيو، يمرر الكرة على الجهة، بدأت تفكر إدارة نادي ضمك إلى ركلة زاوية لمصلحة فارس الجنوب، ملعوبة نور الرشيدي، تمريرة في منتصف الملعب عن طريق ذلك، التمريرة لم تكن مثالية، وصلت بأقدام نيكولاي ستانسيو، يلعب الكرة عالية وللأمام، باسط على الجهة اليمنى، بأي وسيلة بأي صورة يا نيكولاي ستانسيو، بأي صورة، تحت نظرات ستانسيو بالظهور الأول، الظهور الأول لهذا، كيف سيتعامل كوزمين كوينترا مع الطرد في شوط المباراة الأول تحت نظرات الروماني؟ الآن الكرة داخل منطقة، بأن شوط المباراة الثاني نادي ضمك المودي موراي سقط على عرضية الملعب، وصلت إلى نيكولاي ستانسيو، نيكولاي ستانسيو في محاولة الرأية يعود بالكرة إلى إنكودو، 25 سبتمبر في المحالة، ضمك راح يلعب في المحالة، تصعب يا سيساي، تصعب يا سيساي، الآن التسديد، ونيكولاي ستانسيو، نيكولاي ستانسيو الروماني.